وصلنا لفقرة الحالات المرضية. الحالة اللي عندنا النهاردة حالة الحاجة إلهام. حالتها مؤلمة قوي، عندها 2 من ولادها ماتوا وهما في عز شبابهم، كل واحد فيهم مات في حادثة، ودخلت الحاجة إلهام في حالة اكتئاب شديدة، وده أدى إلى إصابتها بحالة سمنة مفرطة عملت لها أزمات، أصبحت مش قادرة تتحرك نهائي من مكانها. الدكاترة قالوا انها محتاجة 3 عمليات، عبارة عن عملية تكميم وعمليتين شفط تكلفتهم 75,000 جنيه. الحاجة الهام اقصى احلامها انها تقدر تدخل الحمام. تعالوا نشوف حالتها. الحمد لله ربنا ابتلاني بالمرض ده بعد وفاة ابني، كان وحيد على 6 بنات، وراح في حادثة عربية، والحمد لله بعد 4 سنين ربنا افتكرني بأميرة برضو بنفس الحادثة. ده عمر 22 سنة وده عمر 22 سنة. بعد الحياة بقى الحمد لله جاني مرض في الأوعية الدموية من القعدة، مش عارفة اللي جاني، اتحبست في الأوضة مش عايزة أخرج أكلم حد ولا أشوف حد، والحمد لله ضغط على جماعة الدكاترة، كل واحد يقول لي لك عملية عملية 2 3، وعلى قد ما قدرت بس وصل المبلغ 70,000 علاجات ما اقدرش اعملها، ولا اقدر اصرف على نفسي اكتر من كده، ولا اقدر اروح الحمام واتحرك بصعوبة، والحمد لله. نفسي أمشي على رجلي، أروح أقضي حاجتي، أزور حتى بنات اللي بقالي 12 سنة ما خرجتش من البيت ولا شفتهم، أروح الحمام، بس ده نفسي وأمنيتي من الدنيا، وربنا يوفقكم ويقدركم على فعل الخير.